السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يمسيكم بالخير وطيب الله جمعتكم وأوقاتكم بكل خير. هذا شرح بسيط إن شاء الله عن هذه الحماصة من إديسون. نبدأ بالنقاط السهلة. هذه الحماصة 2100 واط، وهذه قوة عالية جدا على مستوى هذه الحماصة. كذلك تركيبها سهل جدا وبسيط، وتجي معها ملحقات، يجي معها هذا الكوب حتى تقيس الكميات، وكذلك يجي معها هذا المنظف. الحماصة مميزة بوجود أداة تحكم خاصة بالحرارة ورفعها وخفضها، كذلك هنا خاص بالمروحة وزيادتها ونقصانها. الوقت مؤقت، تتحكم فيه مثل ما تبغى بالزيادة والنقصان، وهذا اللي يشغلها ويطفيها. راح نحط القهوة معكم ونشوف التجربة الآن بشكل مباشر. طبعا حطينا 50 جرام. راح نحط القهوة معكم ونشوف التجربة الآن بشكل مباشر. ميزة الحماصة بأنك تقدر تتحكم بدرجات التحميص مثل ما تبي، وإذا كان البن فيه قشور فراح يتجمع بالكامل فوق هنا. ميزة الحماصة بأنك تقدر تتحكم. قبل شوي حمصتها لهذه التحميصة، لهذه الدرجة اللي أبغاها، والآن راح أزيدها معكم شوي. الفكرة قائمة على أنه أنت كل ما صارت عندك كمية محددة كل ما حددت الحرارة والهواء. الآن أنا راح أزيدها شوي، ثم بعدها راح أخلي الوقت فيها إلى 5 دقائق بس، كافيتني الحين. بعدين بعد ما تخلص راح تضغط هذه مباشرة وتشتغل إن شاء الله. بعد ما تخلص راح تلاحظ بأنه القشر اجتمع بالكامل كله فوق، وتنظيفه سهل. وهذه الحمصة اللي طلعت، الحماصة مميز جدا من إديسون السيف جاليري. الله يحييكم، ترى عليها ضمان 3 سنوات من السيف جاليري. الله يحييكم بأي فرع من فروعه، وارفعوا الشاشة لفوق.